أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد القصف الجوي والمدفعي على عدد من القرى في ريفي حلب الجنوبي والشمالي الغربي. وفي دمشق تحدث المرصد عن تعرض مناطق في حي القابون الواقع عند الأطراف الشرقية للعاصمة لعدة غارات جوية وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية. أضاف المرصد أن الاشتباكات ترافقت مع قصف متبادل بين طرفي القتال.